حيث أكدت لنا المختبرات المساهمة في عملية التأكيد المخباري للحالات المحتملة ما مجموعه 132 حالة خلال هذا 24 ساعة، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة مخباريا منذ بداية الوباء يوم 2 مارس إلى حدود الآن 4252 حالة مؤكدة، فيما استبعدت المختبرات بعد التحليل الدقيق 1864 حالة، ليصير إجمالي الحالات المستبعدة بعد إجراء التحليلات المخبرية والتي كانت من قبل محتمل إصابتها بالداء، ليصبح هذا الإجمالي 26998 حالة مستبعدة منذ بداية الوباء. بالنسبة لهذه الحالات الجديدة والتي عددها أذكر 132 حالة، فقد شخصنا 92 منها عن طريق التتبع الصحي للمخالطين. هذه النسبة تقلصت شيئا ما مقارنة مع الأيام السابقة، حيث أصبحت نسبة الاكتشاف عن طريق التتبع الصحي للمخالطين تمثل فقط 70%، نظرا لأنه الحالات المتعلقة بتلك البؤر أصبحت تتناقص شيئا فشيئا. بالنسبة للوفيات، سجلت مع الأسف 3 ديال الحالات الوفاة خلال هذا 24 ساعة، وتنضاف إلى الحالات السابقة اللي كان العدد ديالها يوم أمس 162، فيصبح بذلك اليوم مجموع حالات الوفاة المرتبطة بهذا الداء هو 165 حالة وفاة، ويبقى تبقى نسبة الفتك مستقرة في حدود 3.9%. بالنسبة لحالات الشفاء من المرض، تم التصريح خلال هذا 24 ساعة بشفاء 83 حالة إضافية طبقا بطبيعة الحال للمعايير المخبرية المعتمدة للتصريح بشفاء الحالات، فتنضاف إلى الحالات السابقة ويصبح إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء تماثلا تاما 778 حالة شفاء منذ بداية الوباء، ويرتفع أكثر فأكثر النسبة المئوية للتعافي، فتصبح اليوم في حدود 18.3%، مع الإشارة إلى أنه عدد الأشخاص المتكفل بهم وهم في وضعية صحية حرجة لا زال مستقرا، والحالات الجديدة التي تستقبل في مختلف المستشفيات وهي في هذه الوضعية تتناقص تدريجيا وشيئا فشيئا. اليوم كان عندنا ما مجموعه 81 حالة متكفل بها في أقسام العناية المركزة والإنعاش، تمثل هذه 81 حالة 13% من الطاقة السريرية المخصصة للتكفل بهذه الحالات.